بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. من العمل الصالح في هذه الأيام والليالي المباركات، وفي كل وقت يعني في هذه الأيام والليالي المباركات من شهر ذي الحجة، إحياء الليل. ده يدخل برضو مع أو ضمن مفهوم العمل الصالح، والمقصود بإحياء الليل هو ترك النوم للاشتغال بالعبادة، مش ترك النوم كله. يعني الإنسان ينام قدر يستطيع به أنه يقوم الليل، وبالتالي التلت كمان الأخير من الليل، وده معناه إعمار الليل أو أكتر الليل وشغله بالطاعة، كالصلاة، كالذكر، كقراءة القرآن الكريم، الدعاء لله رب العالمين. فالله تعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الآية الكريمة بتتكلم عن المؤمنين الصالحين الخاشعين القانتين العابدين اللي بيقوموا يعملوا ده في جوف الليل، وهم في جوف الليل بيجمعوا بين عبادات كتيرة. حذرهم وخوفهم من الحساب وخشية المؤمنين والمؤمنات من العقاب بيجعلهم، ورجائهم في رحمة ربهم بتخليهم يقوموا بالليل يجروا، يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة في جوف الليل بإحياء الليل. فهؤلاء الكمل من القانتين، يعني مثل هذا العابد القانت، لا يستوي بحال من الأحوال مع غير العباد من أهل الغفلة، كما إنه ومثل هذا العابد لا يستوي مع الكافر، كما أنه لا يستوي الطائع مع العاصي أبدا. فإنه يترك بعض النوم، ينام مثلا أغلب الليل نصف الليل ويقوم نصف الثاني، أو يقوم تلت الليل الأخير. كل ده كانوا بيعملوه ويفعله الصالحون القانتون الذين يرجون رحمة الله تعالى، ويخشون من الحساب يوم القيامة، ويخشون من الجزاء على ما كانوا يصنعون في دنياهم. هذا الأنموذج الإنساني الراقي يدفع بهؤلاء الكرام إلى إحياء الليل.